تطلع رأيك بقضية أنه الحشد الشعبي الآن يعيش تحت عناوين عديدة: الحشد الشعبي، الحشد الولائي، حشد المرجعية، حشد العشائر، حشد الأقليات. ليش هذا التعدد بالعناوين؟ لماذا لا يكون هنالك عنوانا جامعا؟ استاذ نجم، العنوان الجامع هو هيئة الحشد الشعبي، وهذه التصنيفات تعلمون هي من صنع جهات معينة تعمل على تفتيت هذا الوجود المبارك. نعم. بهذه العناوين كالحشد الولائي أو غيره والمرجعية، وإنما كله هو حشد شعبي. نعم. يمثل كل أطياف الشعب العراقي، ولديه قيادة واحدة متمثلة برئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس هيئة الأركان، وكل 169,000 منتسب. نعم. رواتبهم من قناة واحدة، وإمكاناتهم وتسليحهم وحتى حركاتهم وعملياتهم هي تابعة لقيادة الحشد الشعبي، ومنتشرين في 3500 كيلومتر طول الجبهة التي يحرسها هذا الحشد، بدءا. نعم. من حزام بغداد إلى المحافظات الغربية والجنوبية، وصولا إلى الموصل وإلى الحدود العراقية السورية. لذلك نحن نرفض أي تسمية غير الحشد الشعبي، ونرفض أيضا كذلك حتى الأعلام التي ترفع يجب أن يكون هو علم الحشد الشعبي وعلى العلم العراقي فقط. ومن يخالف هذا الموضوع هو مخالف للتعليمات التي تصدر من قيادة الحشد الشعبي. تمام. لذلك هذا الموضوع هو منتهي، وما يتم من تصنيفه هو من صنع الآخرين.